كرة عند إمام، تقدم للأمام، كسب مساحة، هات وخد مع تريزيجيه مرة تانية يا عيني على الكلام. وادي كورة، وفي إيه؟ في إيه؟ مش ممكن، مش معقولة، مش ممكن، مش معقولة. كليمو كابو أمر باستمرار اللعب، وادي حسام، مش هتعدي من حسام دي. كورة فيها كلام، لكن ثلاث لمسات بثلاث نغمات بثلاث دقات، وعدى إمام. إمام السوبر والكاس، لكن دي ما تتسابش يا ناس. هنشوف حكام الفار في المغربي حمزة الفارق ومواطنته فتيحة الجرمومي، لكن كليمو كابو الحكم الإيفواري أمر باستمرار اللعب لعل يبقى في تدخل من حكام الفار. لكن أول كورة اتعملت فيها تناغم وفيها ضرب وفيها خلق للمساحة وفيها إيجاد مساحة لإمام، وحلويات إمام اللي تقدم بالفعل للأمام وكان عايز يعدي ويعمل انفراد، وأعتقد من وجهة نظري الشخصية فيها إعاقة 100%. لكن هنشوف حكام الفار. هدف يدينا ثقة. مباراة طبعا لابد أن تنتهي بفوز أحد الفريقين. سلامات لإمام، نزل على كتفه، آدي اللقطة، آدي التمرير، الوان تاتش اللي خلق مساحة، وآدي التدخل واضح تماما تماما من ناندو بن أكر اللاعب المحترف في سيلد روفرز بأيرلندا. خطأ واضح تماما تماما في مواجهة إمام، لكن سلامات يا إمام، سلامات سلامات يا إمام. تبقى سلامة اللاعبين مهمة جدا جدا من أجل منتخبنا الوطني، ومن أجل أيضا الأندية المصرية اللي عندها أيضا لقاءات في منتهى الأهمية في البطولات الإفريقية. ثلاث لمسات، مفيش أجمل ولا أبدع من كده. وآدي التدخل من ناندو بن أكر اللي بيلعب النهاردة مباراته الدولية. والله إمام، إشارة من محمد مجدي قفشة بيطلب التبديل والتعديل. سلامات سلامات، مش ممكن مش ممكن مش ممكن مش ممكن. سلامات يا إمام، سلامات يا إمام، خسارة كبيرة جدا جدا، لكن إن شاء الله بسيطة وسهلة وتعدي. وآدي كليمو كابو الإيفواري صاحب ال 36 عام، واحتمال وجود ركلة جزاء ومراجعة من حكام الفار. هنشوف القرار. يا راجل إزاي ما شفتهاش؟ بالفعل خرج إمام. خسارة كبيرة لإمام. سلامات، دموعك غالية جدا جدا يا إمام. سلامات سلامات. طبيب المنتخب إن شاء الله يطمننا عليه. وما زال كليمو كابو هيراجع اللقطة مع المغاربة حمزة الفارق والمغربية فتيحة الجرمومي المتواجدين في غرفة الفار. يا راجل واضحة تماما تماما. بصوا حضراتكم القدم والركبة، ركبة اللاعب بن إكر داخلة تماما تماما في الرجل اليمين لإمام. مش محتاجة كلام ولا تلت التلاتة كام، لكن كليمو كابو الحكم الإيفواري أمر باستمرار اللعب، لكن في فار، في فار، لكن سلامات إمام. صحيح احنا عايزين نكسب وعايزين نسعد الجماهير، لكن ايضا ما كناش نأمل ابدا في اصابة إمام. كليمو كابو شاف اللقطة وبتتعاد مرة واثنين وثلاثة وعشرة، وهنشوف القرار. ادى ركلة جزاء،
ادى ركلة جزاء لمصلحة منتخبنا في الدقيقة 28. في الدقيقة 28 الإيفواري كيليمو كابو صاحب ال 36 عام الدولي بيحتسب ركلة جزاء لمصلحة منتخبنا الوطني في بطولة كأس عاصمة مصر. هنشوف ركلة الجزاء. وهنشوف المواجهة الثنائية ماكس كروكوم هل مصطفى محمد في حوار على بعد 11 متر في لقاء رقم 38 عنده 12 هدف درج وفي آخر أربع لقاءات مسجل أربع أهداف. مهاجم نانت الفرنسي مصطفى وماكس وكيليمو كابو تركيز من الشاكوش مصطفى محمد في لقاء رقم 38 داخل مصطفى يا ولد يا ولد يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام على الجمال ويا سلام على الفن والحلاوة والطعامة. مصطفى محمد بيضع الهدف الأول ابن بلدي في استاد مصر في أول أهداف استاد مصر وكأس عاصمة مصر. واللي يسعد الناس يبقى حبيب كل الناس. مصطفى محمد الشاكوش المصري يهز شباك استاد مصر في بطولة كأس مصر من ثلاث لمسات وثلاث دقات. ودي ما ترجعش يا جدعان علشان الشاكوش المصري يحرك الشباك ويسجل أول أهداف منتخبنا. ودي ما ترجعش يا جدعان والأولى بلدي. وأسعد الناس من يسعد الناس ومصطفى محمد أسعد كل الناس في بطولة كأس عاصمة مصر وفي الهدف الأول.